بصوا محمد صلاح هو بيقول لكم انا فاكرها زي ما يكون دلوقتي، انا خلاص بدات احبط وبدات ازهق، هسافر 4 ساعات عشان اجي المقاولين عشان اقعد احتياطي، لا بلاها. فبيقول خلاص فكرت ان انا اقعد واكفي خيري شري، ووالدتي كانت بتساعدني ان انا ارتاح واقعد، لان طبعا كان صعبان عليها تعب وده كله. لكن بصوا والده قال له ايه، بيقول لك انا فاكرها زي ما يكون دلوقتي. قال له ده الكابتن الخطيب قاعد احتياطي. فبقول ساعتها انا خلاص بدات بقى ايه، ارجع تاني وافكر تاني واركز تاني. وهنا الموقف اللي بيعيش، وده تصرف الرياضي، وكل انسان رياضي بجد، رياضي بجد بيتصرف تصرف ما لازم أن يبقى واخد باله انه بتصرفه ده وبسلوكه ده ممكن ياثر في اجيال كتيره وعلى مدى طويل جدا. انتوا متخيلين لو ما كانش فيه نموذج ملهم للاعب الرياضي انه يحترم قرار المدرب، انه يبقى عنده الاصرار والعزيمه انه ما فيش مشكله تقعد احتياطي، ما فيش حاجه اسمها في نجم كبير على قرار المدرب. وقعت الكابتن الخطيب اللي محمد صلاح استشهد بيها واستلهم منها طاقه ايجابيه عشان يرجع يلعب تاني ويرجع يتمرن تاني ويرجع يقبل بانه يقعد احتياطي ويشتغل على نفسه ويرجع يبقى اساسي عشان ينطلق الانطلاقه الكبيره قوي ديت، جايه من تصرف، من تصرف للاعب رياضي مؤمن بقيمته وبموهبته وعارف الصح فين. وهو محمود الخطيب في نهايه السبعينات، الموقف اللي محمد صلاح بيحكيه ده اللي والده حكاه له او استشهد بيه. كابتن خطيب في السبعينات ملء السمع والبصر، الجرايد وكل حاجه بتبيع باسم الخطيب مع هيديكوتي، الخطيب اسطوره كبيره جدا. فجاه هيديكوتي مشي، جه موسم 79 80 تقريبا، جه كالوتشاي المجري عنده وجهه نظر في مرحله ان الخطيب يقعد احتياطي. هل الخطيب بعنفوان نجوميته وقيمته الكبيره جدا والضجه الكبيره اللي كان بيحدثها مجرد انه يسخن بس، هل امتعض او اعترض او رفض انه يقعد احتياطي؟ لا، احترم قرار المدرب، اشتغل على نفسه، بدا يتمرن جامد في هدوء شديد جدا وفي احترام شديد لقرار المدرب، رجع مش بس بقى اساسي، ده كمان 81 يصعد بالاهلي لنهائي بطوله افريقيا للانديه لولا اغتيال الرئيس السادات وانسحاب الاهلي من السيمي فاينل، كان الاهلي هيفوز بالبطوله في 81 او كان قريب منها. لكن في 82 الخطيب اللي كالوتشاي كان حاطه احتياطي يرجع يجيب بطوله افريقيا مع زمايله، ثم ياخد احسن لاعب في السنه الثانيه، ياخد الكره الذهبيه واول مصري يفوز بالكره الذهبيه واللي يكررها بعد كده محمد صلاح. بصوا المقارنه والمقاربه، بفعل الايمان اولا بالموهبة، الاحترام لقرار المدرب، الإيجابية في التصرف، مش اللاعب اللي مجرد ما يتحط احتياطي يملك جرايد والمواقع والبرامج وسخط واعتراض واتهامات ومشاكل. لا، اتصرف بشكل إيجابي، احترم قرار مدربه، اشتغل على نفسه، رجع خد أحسن لاعب في أفريقيا، جاب بطولة أفريقيا، جاب 5 بطولات لأفريقيا للأهلي بعديها. بصوا 5 بطولات أفريقية يجيبها محمود الخطيب من بعد القرار ده أو من بعد التصرف ده. ولو كان في بطولة كأس السوبر بتتلعب وقتها كانوا الخمسة بقوا 10. لو بيتلعب بطل الدوري مع بطل الكأس على كأس السوبر كان الأهلي زي ما خد 5 في بطولة أفريقيا للأندية كان ممكن يبقى عنده متاحين 5 ألقاب كمان في السوبر. ده بسبب هذا التصرف الإيجابي للسلوك الرياضي السليم اللي بنهديه لكل الاجيال. محمد صلاح بالمناسبه وقتها ما كانش اتولد، بس فضل الموقف الايجابي بيعيش، وفضل التصرف الرياضي السليم بيعيش. هو ده النموذج الملهم. هكذا تصرف الخطيب في نهايه السبعينات وبدايه الثمانينات، واتولد بعدها محمد صلاح ب7 8 سنين عشان يتعلم من الدرس اللي والده قاله له، فينطلق صلاح حوار اخر إلى آفاق أكبر وأرحب بكتير، ويصل إلى العالمية بجد ويناطح أحسن لاعب العالم. صلاح قدم النموذج الملهم واستفاد من درس أيضا كان موقف ملهم جدا، وهي دي الرياضة في أهم معانيها، إزاي تقدر ترتقي بسلوك الإنسان. بالمناسبة محمد صلاح وهو بيناشد الجماهير بمناسبة لقاء الأهلي والزمالك 27 إن شاء الله الشهر الحالي في نهاية دوري الأبطال،
قال يا جماعه شيء كويس جدا ان احنا الفرقتين من مصر وبيلعبوا فاينل في مصر، فدي فرصه ارجوكم ما تعديش بالساهل، لازم نقدم صوره بلدنا في الصوره الجميله اللي تليق بيها. كان كلام جدا رائع من محمد صلاح، بس دعا بالحضور وقال مش عايز اقول انا اتمنى مين يكسب، لكن اتمنى انه الجمهور واللعيبه اللي فرقته تخسر تهني وتحتفل بالفريق الكسبان، تبقى دي الروح المصريه بجد. صلاح لما دعا بالحضور وقال انا مش عايز اقول عايز مين يكسب او اكشف عن انتمائي، ناس كتيره راحت هو اهلاوي ولا زملكاوي، القضيه مش صلاح اهلاوي ولا زملكاوي، صلاح مصري، صلاح نموذج للشاب المصري اللي عمرو الجنايني كان صادق جدا وبيقول له انت الفخر بتاعنا، انت اللي احنا بنفرح بيك. ولما وزير الشباب والرياضه يقدمه كنموذج ملهم للشباب في كل المجالات، كان حقيقي صادق في تقديم هذه القيمه.